ايه؟ ما تعرفش تكسبه؟ تعالى وانا اعلمك ازاي تكسبه. وفي كاس عالم، مش في ماتش ودي، ولا هو ودي ولا رسمي؟ ما هو على حسب، لو كسبنا كان بقى رسمي، لو خسرنا اهو ودي. الزمالك النهارده ما جاش الماتش، بيدافع التسعين دقيقة عشان يلعب ضربات جزاء، ويا ريته فالح في ضربات الجزاء، خسر في ضربات الجزاء. الاستحواذ 90-10. لا بس استنى استنى، البروف وصل للي هو عايزه من اللقاء. البروف ده في حتة تانية، ومدحت شبك عمال يطبل. لكن موسيماني، موسيماني كسبهم 4، ده فاشل، ده جبان. 4 بس يا موسيماني، 4 بس يا جبان يا فاشل، ده انت تستحق الرجم، اضربوك لا الناس كلها تبولوا على وجهك، 4 بس. لا حول الله، مدرب فاشل لازم يمشي. لكن البروف وصل لضربات الجزاء وبعبقريته خسر، حظ ضربة جزاء حظ. ما تعملش وشهم جزامة النهاردة، لا استحواذ ولا فوز ولا أي حاجة. لايك وشير، اشترك في القناة وفعل زر الجرس، اتفرج علينا على الفيسبوك، لايك وشير وقول رأيك في الكومنتات. تعالى بقى نتكلم عن المباراة. المباراة من وان سايد جيم، فرقة واحدة. الزمالك ما شطش 90 دقيقة كرة على الجول، ممكن كرة واحدة بس في 90 دقيقة بس، اه ده اللي الزمالك عمله وممسوح بيهم الملعب. والفاجر كان بيقول لك ما انتش عايز، ما انتش عارف تلعب مع بايرن ميونخ ازاي، بتدافع قدام بايرن ميونخ. هو الاهلي راح بهجمه على بايرن ميونخ، هو انت رحت بهجمه على الهلال؟ وشفت بقى الفرق في ضربات الجزاء، لما ضربه الجزاء اتعادت اللي صدها ابو اسمه بتاعكو ده صدها، الحكم رجع عشان طلع بره عادي خالص في تحكيم. اه الحكم برده كان بيهجس شويه حاجات بس اتعادت عادي خالص، مش زي التحكيم اللي عندنا. بس البروف مدير فني عقر يا جماعه، النهارده عمل كل حاجه. يعني لو هنتكلم بالكوره، عقر اتمسح بيه الملعب، العيال بيخترقوا من كل حته. الشوط الاول ده يطلع 3-1، لا بس عقر. لكن موسيماني استحواذ 75 25 وكسب 4، لا ده فاشل، ما ينفع، لا ده فاشل. الاعلام بقى مسكه سلخه، ده فاشل 4 بس، ده انت مدرب جبان، انت جبان. شوف الزمالك بقى، اتفرج على الزمالك تعادل معاهم 1-1 وكان ممسوح بيه الملعب و90 10 في الاستحواذ وخسر ضربات جزاء. هو ده البروف، عمل كل حاجه النهارده وامن المباراه ووصل بيها لضربات الحظ. حظ خسرنا حظ، اقسم بالله انتوا اخركم، بصوا اخركم كده يا باشا، اخركم تقعدوا تتفرجوا على المعلم وهو بيكسبهم 4 في بطوله رسميه مش بطوله وديه. موسيماني كان بيلعب على جون واحد الماتش كله بس فشل، والبروف كان بيلعب برضه على جون واحد بس عليه، بس مدرب محنك حسب الحناك يا عم الحاج، ده احسن مدرب جه في تاريخ البشريه. اتفرج شايف شايف مقفل عليهم ازاي، اقسم بالله اقسم بالله. الهلال لو كان ركز في الماتش ده وخده بجد، لا هو كان واخده ودي، فما كان كان كسب بسهوله والله. هو ده الزملكاوي، لو كسبنا رسمي احسن من كاس العالم، احسن من كاس العالم للانديه، ده البطوله بضرب بطوله القارات. اوعى يا عم الحاج، خسر ماتش ودي، دي بطوله عاديه، ماتش ودي كده افتتاح، افتتاح يا عم. ماشي، مبروك لاخواتنا الهلاليين، مبروك عليهم الفوز. انا طبعا كنت بشجع الهلال كده. بكون وصلت لنهايه الحلقه، قول رايك في الكومنتات، بحبكم في الله ودمتم في امان الله، سلام.